بعتذر كتير، اليوم صوتي تعبان فما عم بقدر كتير اخذ راحتي. يعني طلب طلب رائع، قولوا ايه. يا اجمل الانبياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندنا حلقة جديدة ومقام جديد، مقام كتير رائع، كتير في طرب، كتير في فرح، كتير في شوق، كتير في حزن، كتير في حاجة. اليوم مقامنا هو مقام البيات، بس قبل ما نبلش الحلقة ما تنسوا تعملوا اشتراك بقناتنا وتفعلوا زر الجرس. بسم الله. مقام البيات هو سيد المقامات والأب الروحي إلهن، لأنه هو المقام الوحيد اللي من خلاله فينا نروح على معظم المقامات يعني، وهو من أكثر المقامات مستخدمة في الموسيقى الشرقية فينا نقول. عشان هيك مثلا بنلاقي غالبية القراء ببلشوا بسم الله الرحمن الرحيم، ببلشوا القراءة بمقام البيات. كمان بآخر شيء صدق الله العظيم. بيمتاز مقام البيات انه فيك تدل على عدة مشاعر من خلاله، فمثلا الفرح، فيك الحزن، شوق، طرب، هي كلها بتجتمع في مقام البيات. هذا البرنامج برعاية. يلا بسم الله، خلينا نسمع سلم مقام البيات. أنا استخدمت القانون، بحس البيانو لو تشرق ما بيعطيني هيك الجو بشكل عام يعني الشرقي 100%. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل، يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل يا عين. طرب طرب رائع، قولوا ايه. خلينا نبلش بأول مثال، مثال كتير رائع بتوقع الكل بيعرفه، هي أغنية عن فلسطين. يا أولى القبلتين يا ثالث الحرمين، يا أولى القبلتين يا ثالث الحرمين، ستبقى قبلتنا الأولى والأقصى المبارك حوله، وستبقى لنا الدولة العربية العربية. فلسطين فلسطين العربية فلسطين. نجي للمثال الثاني، هو مثال موشح، يا أجمل الأنبياء. يا أجمل الأنبياء يا أكرم الأصفياء يا خاتم الرسل، ما أحلاك في قلبي هذا الذي نسخة الأكوان فيك مطوية، عطية أزلية. يا ليلي يا ليلي يا يا ليل يا ليل يا ليل يا الله. نجي للمثال الثالث كمان، شو ديكلاتكم تعرفوها. صلى الله
محمد صلى الله عليه وسلم، أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه، فوضت الأمر إليه فاختر لرسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. حابب اشكر الاستاذ طوني البايع على دعمه الدائم للحلقات اللي عم نساويها في قلم استوديو. بصراحة الاستاذ طوني البايع بقناته في كتير كتير اجوبة من الشغلات اللي عم تسألوني عليها، قصة الفوكاليز، كيف بدك تدرب صوتك، شو التمارين المناسبة للفوكاليز يعني تدريب الصوت، المقامات بشكل مفصل اكثر كمان موجودة على قناته للاستاذ طوني البايع، احط لكم اياها فوق. من قلم استوديو بنشكرك كتير استاذ طوني على دعمك الدائم. وهلأ منروح على الأذان بمقام البيات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وهلا بنروح لسورة الفاتحة بمقام البيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بعتذر كتير، اليوم صوتي تعبان فما عم بقدر كتير أخذ راحتي يعني. ولهون بتكون خلصت حلقتنا اليوم عن مقام البيات الجميل الساحر الطربي. بتمنى أكون قدرت وصلكم أمثلة على المقام بشكل لطيف وبشكل جميل، وتكونوا استفدتوا من هي الحلقة. واكتبوا لي بالتعليقات شو المراجع اللي خطرت ببالكم وقت سمعتوا الدندنة أو الأمثلة اللي قلتها على قناتنا قلم تي في. كان معكم محمد بشير، إسطنبول قلم استديو.